انا حلوين النهارده. النهارده معانا رز بطاطس ولحمه وبسله، ومعانا سن عصفور، ومعانا فرخ. فضلوا معانا يا سنه حلوين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم. تفضلوا معانا يا جماعه. يلا يا دكتور هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا جماعه. شطوره، برافو عليكم. خدي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بتقولي بخدي زي ما انت عارفه، ماشي؟ خدي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي يا جماعه، اتفضلوا معانا. نورنا بقى وحبيبنا بقى. شايف في تفاعل يعني ما شاء الله، بس مش في ايه حد بيشترك في القناه. ليه يا جماعه كده؟ احنا قلنا يعني ايه اللي هيتفرج على كده؟ مشكله اليوتيوب مش بيعرض. هم لو عملوا بردك يا ريت يا جماعه، بالله عليكم اللي يتفرج على الفيديو يعملوا مشاركه. ولو عملوا مشاركه وعملوا لايك هيبقى في تفاعل طبعا، واليوتيوب هيعرضه طبعا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى عندك كده عشان تعرف شرب. انا هحطك صنع صفور يا بابا. قلبيه الاول، قلبيه في بعض انت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي يلا، خدي يلا. بعدين كله بيصير لها. ده مش بعرف من حبايا. ماشي يا ماما. شكلها عامل ايه يا دكتور هاني؟ حلو. بس انت يا بابا مش بتاكل ليه؟ عايزك تاكل كده عشان الناس يقولوا انت كده تكبر، وعشان يعملوا شبهك رجاله. انتوا عارفين انا باكل كده بس الظروف بقى حبايتي يعني. معلش يا ماما. انت يا دكتور انا هطيبها ان شاء الله تبقى حلوه. ماشي؟ يا قلبي بابا عارفين ان انا مسبقتش مع ماما ما دولتنيش. ان شاء الله هنعمل تحية جميلة، بس ماما تقوم بالسلامة وتقوم هنعمل دقيقة ونص ان شاء الله. عندك تحية؟ معلش بقى مش هنعملها لكم النهاردة عشان ماما النهاردة عيانة بقى. ماشي يا كابتن. ترسل لي اول بابا. اتمنى لي بابا. دي مش كده يمين كده؟ مش الجميل ده. استنى استنى استنى. حلوة ولا وحشة؟ انت قولي انت بقى، حلوة ولا وحشة بقى الأكل بتاعي؟ حلوة. لا لا فاهمة. يابا أنا مش بتقول كله فراخ ليه؟ الفراخ منها مستوية ودايبة. قول كده وقول كده وقول لي رأيك ايه. طيب يا انا طالع في كده ده. شطوره، برافو عليك. جت كده ولا كده؟ انا ده حلو صح؟ شاطره جميله. انا البطل. في معلقه بتاعتك؟ مش معلقتي كده، ده هنا كل زي ما انت عاوز.
كده يا جماعه كده مش حد كده بيتكلم لسه هتلاقي ولا بيقول ليه رايك في الاكل ولا ايه جميل راح جعان مش عايز نتكلم كلام انت بعرف انا يا ابو هنا هي دكتوره هنا كده باظ الفيديو ماما ليه يا ابو ماما انت مش تتكلم خالص انا اللي بتكلم خدت درس النهارده هنا درس ايه خدت درس عربي ولا انجليزي قد النهاردة قصة اسمنا شطورة برافو عليك سمع اصحابك الجديدة كده عشان اللي مش عارف يتعلم ما الفيديو بقى ما كنا هنا الفيديو بقى هتقولي ايه بقى مش مشكلة كل انت يا بابا كل يلا انا بنروح على مهنة بعد كده يا بابا حط الزبالة هنا بقى يعني انت خدت النهاردة درس انجليزي صح؟ خدت قصة اسمنا اقولي بقى كل القصه بتاعتك كده لازم كده انا جعانه اصلا مش عايزه اتكلم انت قاعده انت بكل الله يخليك يا جماعه ان شاء الله ما انا هحط لك الطريقه بتاعتي لحمه ازاي ايه رايك حلو ناس كتير هتقول انت ما بتاكليش فراخ ليه يا مهنا هقول لكم والله يا جماعه انا شفت بتاع ريحه فرخه انا فتره الحمل ما باكلش ما بحبش الزفر يعني لو حد اتفرج عليا ولا كده هيقول لي الفراخ قدامك مش بتاكلي ليه هقول لكم مش بقى فتره الحمل ما باكلهاش انا عامله لحمه عشان خاطر انا برده كده ما باكلش الفراخ خالص فتره الحمل الحلوين عظيم مايك اللي هو اللي تعب اليوم الصد ده قول انا اقول عظيم نعمل اللايك انا شويه كده تحتين صلوا على النبي كده يا جماعه كده اللي بيتفرج علينا كده بالله عليكم كده ما تنسوا كده اللايك والاشتراك عشان لما بتعمل لايك والاشتراك الفيديوهات بتتفاعل غير كده مش بيتفاعل بعدين كلكم بتتفرجوا يعني اعملوا حتى لايك حتى مش هتخسروا حاجه يعني اشتراك كده شجعونا كده عشان نعمل لكم كده فيديوهات كده ان شاء الله بعد الواد هعمل لكم وصور لكم الاكل هعمل لكم روتينات حلوه ان شاء الله ان شاء الله بروح اصور لي انت هنا يا هنا في الطبق هنا دفتك ليه يا بابا تعرف تنقي اي حاجه وخلاص كده كده وعدي كده حتى كده وعدي كده وعدي يا رحمون على مهلك يا مهل طب على مهلك اتحمل حلوين بعد كده هنجيب الترابيزة بتتنية ودو بتتفتح تاني عشان اقف عليه ان شاء الله بس هنعمل في الوقت دي احسن صح ماما؟ صح يا الوقت لو سمحتي شطورة يا رحمون مش تعمل فلعكوب شطورة شطورة انا البطل انت هنا البطل انا مش ياه مش فيه انت كده هنا البطل قولي ماما ماما العزم دي بسم
اصبري 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 عشان انت كده بتبهدلي. مش اخبط على دراك كده، هي بتكتب الواجب. والواجب على ايدك ولا في بتبقى في الكتاب بتاعك؟ لا بلون. تلوني؟ كان عندك تلوين يعني؟ كل الاطفال كلها كده. يلا قولي يلا يا بابا، يلا خليكي شطورة كده، يلا الناس الشطار اللي بياكل. برافو عليك، يلا اشوفكم على خير يا جماعة. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. متنسيش اللايك والاشتراك وتفعل لنا الجرس. مع السلامة.